السلام عليكم. كيف الحال يا شباب؟ طمنونا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم. قبل ما نبدأ، في أي أسئلة في الأجزاء اللي فاتت ولا الأمور ماشية الحمد لله؟ ماشي الحال إن شاء الله؟ طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد لك. طيب نكمل مع بعض كده النهارده، إحنا معانا ساعة هنحاول نقفل فيها إن شاء الله البوتنشيومتري، ودي هتبقى نهايتنا مع الإلكتروكيمستري، والجاي إن شاء الله نبدأ مع بعض في المفاهيم بتاعة الكواليتي كنترول واللابوراتوري براكتسيز والفاليديشن. المرة اللي فاتت احنا شرحنا مع بعض البرنسبلز بتاعة البوتنشيومتري، واتكلمنا على ان بيبقى عندي تو هاف سيلز. التو هاف سيلز دول بيبقى فيهم واحدة ريفرنس الكترود، البوتنشال بتاعها بيبقى معلوم وثابت نون وكونستانت، والهاف سيل التاني يبقى فيها المحلول اللي انت عايز تقيس التركيز بتاعه، وبتحط فيها سنسور الكترود او انديكيتور الكترود، وبتوصل الاثنين من بعض من فوق بسلك، والسلك ده في النص فيه بيبقى فيه الفولتوميتر، او احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان هو عباره عن بوتنشيومتر، والفولتوميتر ده جزء منه، وبنوصل الاثنين من تحت ببعض عشان نكمل الدايره بحاجه اسمها السولت بريدج اللي هي الانطره الملحيه. تمام؟ فالنهارده هنبدا نتكلم بقى اول حاجه الالكترودز، ايه هي انواع الالكترودز اللي بتستخدمها في البوتنشيومتري. فهم متقسمين حاجه من اثنين، يا اما ريفرنس الكترود يا اما انديكيتور الكترود. ريفرنس الكترود معناها الالكترود اللي هو نص الخليه اللي هيبقى ليه بوتنشال جهد معلوم وثابت نون وكونستانت، زي مين؟ زي على ايدك ال ان اتش اي النورمال هالوجين الكترود، والاس سي اي اللي هو الستاندرد كالوميل الكترود، اللي هو بيبقى عباره عن كالوميل، دي معناها ميركوري، ستاندرد كالوميل الكترود اللي هو عباره عن ميركوري اللي هو الاتش جي نوت مع الميركوري كلورايد اللي هو الاتش جي سي ال 2. فهو دايما هتلاحظ ان اي الكترود عباره عن ميتال والايون بتاعه. افتكر كده معايا في المحاضره اللي فاتت، التو هاف سيل بتوع الجلفانيك سيل كان واحده فيهم عباره عن كبر مع كبر اين، يعني كبر الميتال والايون بتاعه، والثانيه كانت زنك ميتال مع الزنك اين ايه بتاعه. هو دايما اي نص خليه عباره عن ميتال والايون بتاعه. تمام؟ فال ان اتش اي هنشوف مع بعض تركيبه حالا، هتلاقيه عباره عن ايه؟ عباره عن هيدروجين اتش 2 والايون بتاعه اللي هو الاتش بلس. الاس سي اي اللي هو الستاندرد كالوميل الكترود هتلاقيه عباره عن ايه؟ ميركوري اتش جي والايون بتاعه اللي هو الاتش جي 2 بلس اللي هو عباره عن ميركوري كلورايد، وانت بتاخد الايون بتاعه اللي هو اتش جي 2 بلس. والنوع الثالث اسمه السيلفر كلورايد، نفس الكلام، الميتال هو السيلفر والايون بتاعه السيلفر ايون. تمام؟ الثلاثه دول عباره عن ريفرنس الكترود. ايه معنى كلمه ريفرنس الكترود؟ معناها ان البوتنشال بتاعها نون و كونستنت، لازم تكون عارفه ولازم يكون ثابت. الفرق ما بينهم هو ال اتش اي البوتنشال بتاعه بزيرو، فهو عباره عن برايمري ريفرنس الكترود، بينما الاس سي اي والسيلفر كلورايد الكترود عباره عن سكندري ريفرنس الكترود. يبقى الريفرنس الكترودز ممكن تبقى برايمري وممكن تبقى سكندري. البرايمري هو ال ان اتش اي لان البوتنشال بتاعه بكام؟ بزيرو، فهو البنش مارك اللي بقيس عليه الدنيا كلها. اخواته الاذر ريفرنس الكترودز بعض البوتنشال بتاعهم بتوصلهم بيه، عشان كده برايمري، وهم بالنسبه له ايه؟ سكندري. لكن في النهايه الثلاثه مع بعض عباره عن ريفرنس الكترودز. النوع الثاني بقى على اليمين من الالكترودز حاجه اسمها الانديكيتور الكترودز، اللي هو بقى اللي هي الالكترود اللي انت هتحطه في المحلول اللي عايز تقيس الايه؟ التركيز بتاعه. دول بينقسموا الى نوعين، يا اما حاجه اسمها الميتاليك الكترودز، يا اما حاجه اسمها الميمبرين الكترودز. الميتاليك الكترود من اسمها كده هتبقى عباره عن ميتال، قضيب من حاجه هتحطه في قلب الايه؟ المحلول. فيها شرح وتفاصيل كتيره جدا في الحقيقه، ايه شلتها وخفتها خالص، فيرست تايب وسكند تايب ولغايه الفورث تايب. وفي حاجه اسمها الهيدروجين جاز الكترود اللي هو زيه زي ال ان اتش اي، بس هيبقى مع فرق ان التركيز بتاع ال اتش سي اي اللي في ال ان اتش اي معروف، بينما في حاله الهيدروجين جاز الكترود هيبقى مجهول، لان هو انديكيتور لسه مش عارف تركيز ال اتش سي اي اللي فيه ايه. والانتيموني الكترود والكوين هيدرو الكترود، كل دول عباره عن الطابع
الالكتروز، لان في الاخر هتلاقي ان في ميتال محطوط في قلب السوليوشن اللي انت عايز تقيس التركيز بتاعه. النوع الاخر من الانديكيتور الكتروز هو اسمها الممبرين الكترودز. الممبرين كلنا عارفين يعني ايه الغشاء، مش كده؟ زي ما بتشوف في المعمل البي اتش ميتر، البي اتش ميتر ده الصباع اللي انت بتحطه في قلب المحلول عشان تعرف البي اتش، هتلاقي فيه من تحت كده انتفاخ زجاجي. الانتفاخ الزجاجي ده عباره عن ممبرين، عباره عن سطح فيه سائل من جواه وهو يقيس البي اتش بتاع سائل تاني من بره. عشان كده ايه ممبرين الكترودز، احنا بنسميه الاين سيلكتيف ايه الكترود. والمثال عليه اللي هو الجلاس الكترود اللي احنا بنستخدمه في المعمل لقياس البي اتش او البوتنشال بتاع السوليوشن، لان احنا عارفين البي اتش ميتر بيقيس الايه البوتنشال بتاع السوليوشن. تمام، فاحنا التصنيفه كده ايه فهمناها. فوق في النص ده كاتب لك كلمه بوث ار ريفرسبل، نص كلمه ريفرنس وانديكيتور كاتب لك كلمه بوث ار ريفرسبل، معناها ان التفاعلات على الاسطح دي بتبقى عمليات ايه عكسيه، بيحصل ريدوكس رياكشن زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، والعمليات دي دايما بتبقى ايه عكسيه، يعني بعد ما الالكترود بيخلص وظيفته ويطلع من الميديوم بيرجع يستعيد وضعه الطبيعي الاول مره ثانيه. تمام، لغايه كده الدنيا مفهومه؟ تمام، نكمل مع بعض. ده ال NHE. NHE معناها normal hydrogen electrode، احيانا بيتقال عليه standard hydrogen electrode، لكن هو ال NHE هو الاسم الاشهر، وزي ما اتفقنا هو primary ولا secondary. primary reference electrode ليه؟ البوتنشال بتاعه بكام؟ بصفر، وهو البنش مارك اللي بقيس عليه الدنيا كلها، بقيس عليه اخواته ال other reference electrodes، وبقيس عليه كمان الايه؟ الانديكيتور الكتروز. التركيب بتاعه سهل جدا. بصوا معايا كده في الرسمه الكبيره، هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه اسطوانه ازاز عامله زي الانبوبه كده بس مقلوبه، راسها لتحت وايه وديلها لفوق، ومن فوق كده فيها فتحه ايه جانبيه، ومحطوط جواها الخط ده عباره عن ميتال اللي هو في الغالب هيبقى ايه بلاتينم، وتحت فيه شريحه بلاتينم عريضه، شريحه بلاتينم عريضه. الشريحه السوداء بلاتينم العريضه دي بتبقى من اكتف بلاتينم، السيرفيس بتاعه بيبقى اكتف. يعني ايه؟ يعني عنده قدره ان هو يعمل ادسوربشن، امتزاز للهيدروجين جاز. طب هيجي منين الهيدروجين؟ من فوق، من الفتحه الجانبيه اللي فوق دي، هتلاقيني بدخله هيدروجين جاز. بص كده على الفتحه الجانبيه من فوق هتلاقي فيه ايه هيدروجين جاز، يبقى انا بدخل هيدروجين جاز من فوق، ومهمه الشريحه بلاتينم تحت ان هي هتعمل ادسوربشن للهيدروجين جاز. ليه بقى؟ لان الالكترود ده عباره عن هيدروجين اللي هو H2 سلاش هيدروجين اير. اتفقنا زي ما كان كل الالكترودز اللي فاتت عباره عن والاير بتاعها ده نفس الكلام، عباره عن الهيدروجين جاز والاير بتاعه، بس الهيدروجين بما ان هو جاز فانا ما اعرفش اعمله على هيئه حضيض، احاول اقرب له البلاتينم تقوم بعمليه امتزاز ليه فيتحول وكانه اضيب من الهيدروجين. كل بقى المحلول المحيط بيك بيحتوي على HCl، تركيزه كام؟ تركيز واحد نورمال او واحد مولر يعني، يبقى انا معايا HCl تركيزه معروف، تركيز البروتون بتاعي معروف وستاندرد، ومعايا جاز موجود جوه الاسطوانه اللي في النص دي في ايه؟ الهيدروجين جاز اتزوبت على، يبقى انا كده في الحاله دي عندي الكترود في الاخر برمز له بالرمز ايه؟ H2/H+. تمام كده؟ تعالى كده نبص على كلمه الشورت هاند برزنتيشن او النوتيشن، يعني ازاي بتكتب الهاف سيل نص الخليه ده في الترميز بتاعك. بص كده هتلاقيه كتب لك كلمه بلاتينم وبعدين سلاش وبعدين الهيدروجين وبعد كده سلاش وبعد اتش بلس. ليه حط بلاتينم؟ لان هو عمرك ما هتعرف توجد الهيدروجين جاز اللي هو الاتش 2 من غير ما يكون معاه الايه؟ البلاتينم. فالهاف سيل ده خلي بالك بقى، كمل الاسم للاخر كده، هتلاقي بعد الاتش بلس في واحد نورمال، معناها ان تركيز الاتش بلس اللي هو الاتش سي ال تركيز واحد نورمال، وبعد كده في شرطتين مايلين. الشرطتين المايلين دول علامه نص الخليه، الشرطتين المايلين علامه نص الخليه، معناها ان الناحيه بعد الشرطتين دول لازم يتكتب نص الخليه الرمز بتاع نص الخليه الثاني اللي هيبقى بتاع ايه؟ الانديكيتور الكترود، لان ده ريفرنس، فالناحيه الثانيه هيبقى فيه ايه؟ انديكيتور الكترود. تمام؟ يبقى كان النورمال هيدروجين الكترود عباره عن قضيب من الهيدروجين موجود داخل سائل من الهيدروجين اين، التركيز بتاعه ركز بقى، التركيز بتاعه معلوم اللي هو كام؟ واحد نورمال او واحد نورمال واحد مولر. وفي حاله هتلاقي ان البوتنشال الجهد بتاع نص الخليه ده على بعضه بيساوي زيرو. خلاص، وده اللي خلانا ثبتنا
بتاع الاتش سي ال. مش بس كده، ده احنا الهيدروجين جاز اللي احنا بنضخه من هو كمان مثبتينه عند واحد اتموسفيرك بريشر، لازم يكون ثابت عند ضغط واحد اتموسفير في هذه الستاندرد كونديشنز من الضغط ومن التركيز بتاع الاتش سي ال، بيكون البوتنشال بتاع الان اتش اي بيساوي صفر، وبالتالي يصبح برايمري ريفرنس الكترود. تمام. نبص بقى مع بعض ايه هو التفاعل اللي بيحصل على سطح الالكترود. احنا قايلين من شويه ان كل التفاعلات اللي بتحصل على سطح الالكترود ار ريفرسبل. يعني فاكرين زمان لما كنا بنقول مثلا ايه الكبر كبر اين والزنك زنك اين، التفاعلات اللي بتحصل ما بين الكبر والكبر اين والزنك والزنك اين من فقد وخساره الالكترونات عمليات ريفرسبل، عمليات عكسيه. يعني ممكن تمشي يمين وممكن تمشي شمال على حسب نص الخليه الثاني اللي انت مربوط بيه بياخد منك الكترونات ولا بيديك الكترونات. وبالتالي التفاعل اللي بيحصل على سطح الهيدروجين الكترود عباره عن ايه؟ ان الهيدروجين هيبقى عنده استعداد ان هو يفقد اثنين الكترون ويطلع اثنين ايه؟ بروتون شويه، وممكن الاثنين بروتون يعكسوا العمليه، ياخدوا الاثنين الكترون ويرجعوا مره ثانيه يبقوا ايه؟ هيدروجين جاز. فالتفاعل ده ريفرسبل، رايح راجع، تمام كده؟ يعتمد على ايه؟ يعتمد على نص الخليه الثاني ايه اللي بيحصل فيه؟ هل هينتج عن التفاعلات فيها ان هم يبعتوا لنا الكترونات ولا ياخدوا من عندنا الكترونات، تمام؟ وبالتالي لما هاجي اكتب النيرنست ايكويشن بتاعت المعادله دي هتبقى الاي 25 اللي هو البوتنشال بتاع ال ان اتش اي عند درجه حراره 25 بيساوي الاي نوت اللي هو في الغالب زيرو زائد 0.05 على 2 اللي هو النمبر اوف جيند اور لوست الكترونز هم 2 الكترونز لوج تركيز الهيدروجين مرفوع اس 2. الكلام ده احنا شرحناه قبل كده حتى في الريدوكس ايه تشابتر. خلي بالك ان تركيز الهيدروجين هنا كام؟ 1 نورمال، وبالتالي لما يكون لوج 1 لوج 1 بيساوي كام؟ 0. ده معناه ان كل اللي بعد الزائد هيساوي كام؟ 0. ساعتها الاي 25 هيساوي الاي نوت هيساوي كام؟ زيرو. وده اللي بيخلي البوتنشال بتاع الكونديشنز دي بتاعت ان اتش اي بتساوي زيرو، وبالتالي بيصبح برايمري ريفرنس الكترود، تمام؟ طيب ايه هي الادفانتجز بتاعت ان اتش اي؟ مكتوبه هي ان هو برايمري ريفرنس الكترود والبوتنشال بتاعه بيساوي زيرو. اما بقى الديس ادفانتجز هو عنده اكتر من عيب. رقم واحد، البلاتينم شي العريضه السوداء اللي انتم شفتوها تحت دي بتحتاج من وقت للتاني ريبليتنج. يعني ايه ريبليتنج؟ انك تشيلها ونحط شريحه ثانيه مكانها، لان هي مع الوقت بتستهلك الاكتيف سايتس اللي موجوده فيها بتستهلك وبتصبح غير قادره على ان هي تعمل عمليه ادزوربشن للهيدروجين جاز، وبالتالي بتحتاج ريبليتنج، وطبعا الريبليتنج ده عمليه مكلفه. ثاني حاجه ان انت لازم تحتفظ بالضغط بتاع الهيدروجين جاز اللي بيتضخ عند واحد اتموس، تمام؟ واي ذبذبه في هذا الضغط ممكن ياثر على الاداء بتاع الايه الالكترود كله. وطبعا عشان تحافظ على ضغط الواحد اتموسفير ده باستمرار برضه ممكن يكون فيها ايه صعوبه، فده احد عيوب ال NHE. اخر حاجه خالص، لو السائل اللي انت شغال فيه موجود فيه كاتاليتيك بويزون، كاتاليتيك بويزون زي سلفر، يعني مثلا لو كان في سلفر في الميديوم اللي انت بتقيس فيه البوتنشال هتتفاجئ ان السلفر ده بيروح يتفاعل مع البلاتينم ويقفل الاكتيف سايتس اللي موجوده فيه ويخليه غير قادر على عمليه الادزوربشن اوف الهيدروجين، يبقى بيعمل ان اكتيفيشن او دي اكتيفيشن للاكتيف بلاتينم اللي احنا محتاجينه عشان عمليه الادزوربشن اوف الهيدروجين. يبقى هو عنده ثلاث عيوب، ان هو بيحتاج من وقت للتاني ريبليتنج للبلاتينم، وبيحتاج ان انت تكيب البريشر عند واحد اتموسفير بتاع الهيدروجين جاز باستمرار وده صعب، وبيحتاج انك تنتبه لوجود الكاتاليتيك بويزنز لان تبوظ لك او ايه تكربت وديستروي الاكتيف بلاتينم اللي بيعمل عمليه الادزوربشن. يبقى دي المميزات والعيوب بتاعت ال NHE نون هيدروجين الكترود. طيب انا لا شلت من عليكم بقى الاس سي اي هو الستاندرد كالومير الكترود والسيلفر سيلفر كلورايد الكترود عشان اخف من عليكم الكورس، فشلت الاثنين دول خالص اللي هم كانوا ايه برايمري كانوا سكندري ريفرنس الكترود، كانوا سكندري ريفرنس الكترود. هم برضو فكره نفس الكلام، هتلاقي ميتال وموجود في سوليوشن من الاينز بتاعه، الميركوري مع الميركوري اينز والسيلفر مع السيلفر ايه اينز، مع بعض التفاصيل اللي انا ايه ما حبيتش ادوشكم بيها. انتوا بس المهم انكم خدتوا مثال على ريفرنس الكترود اللي هو الان اتش اي اللي هو البرايمري ريفرنس الكترود. هنقل بقى على الكاتيجوري الثانيه، الناحيه الثانيه خالص، اللي هم بتوع الانديكيتور الكترودز. لو تفتكر تقسيمه بتاعت الانديكيتور الكترودز كان في عندنا نوعين رئيسيين، في حاجه اسمها الميتاليك الكترودز وحاجه اسمها الجلاس الكترود. انا دلوقتي جاست
في المثال واحد بس من الميتاليك انديكيتور الكترودز اللي هم كان فيهم بقى مين الفيرست تايب والسكند تايب والثيرد والفورث تايب، وكان فيهم الهالوجين ايه جاز الكترود، وكان فيهم الايه الانتيموني الكترود والكوين هيدرون. فمن كل دول انا جاست اخترت لكم مين الهالوجين جاز الكترود، تمام؟ ده فقط مثال على الايه الانديكيتور الكترود، تمام؟ ليه اخترته؟ لان هو في تركيبه شبه جدا اخوه اللي هو ال NHE، الاثنين نسخه من بعض، بس الفرق الجوهري هيبقى فين بقى؟ فان ال HCl بتاعه بيبقى تركيزه ايه؟ مجهول، لانك عايز تقيس اصلا البوتنشال بتاع ال HCl او عايز تقيس الايه؟ ال pH، تمام؟ فانت مش عارف اساسا الايه الكونسنتريشن بتاع ال HCl هنا كام؟ بينما في حاله ال NHE كان الكونسنتريشن بتاع ايه؟ معلوم بيساوي واحد نورمال او واحد مولر، تمام؟ تعالى كده نبص على الايه؟ على الاستخدامات، هتلاقيه بيستخدم في الاسيد بيس تايتريشنز، ولكن لا يمكن استخدامه في الايه؟ الريدوكس رياكشنز على الاطلاق. يعني انت لو عندك ميديوم وعايز تقيس له الايه الميديوم، اقصد بالميديوم ده اسيد او بيز، معايا اسيد او بيز، سين انا معايا اتش سي ال في فلاسكا او في بيكر وبقول لك عايز اعرف اتش بتاعته، خلي بالك ان هو نفس الجهاز اللي بيقيس لك البوتنشال يقدر يقيس لك الايه البي اتش، وانا هوريكم المعادله اللي هتربط البي اتش بالايه بالبوتنشال في النهايه. طبعا افتحوا، يا ريت تفتحوا السلايدز على جنب لوحدها، لان واضح ان شكل السلايدز هنا بيتغير مع البرزنتيشن على البلاك بورد. لو جينا كده شفنا التفاعل اللي بيحصل عند السطح، هو نفس التفاعل اللي كان بيحصل في ال NHE اللي هو ال H2 في سهم رايح جاي هيطلع 2 بروتون زائد 2 الكترون، هو نفس التفاعل اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، والمعادله بتاعت نيرنست هي نفس المعادله، بس المفروض دي تركيز الهيدروجين ماله؟ مجهول، وبالتالي ما ينفعش ان انا ايه اشيل المقطع ده كله واحط صفر زي ما عملت المره اللي فاتت. بالعكس انت هنا هتفضل تعدل في المعادلات بتاعتك لغايه ما توصل للاستنتاج ده ان البوتنشال اللي هو الـ E25 هيساوي سالب 0.06 اللي هي 0.059 بالتقريب يعني بي اتش، لان لوج الـ H دي في الاخر السالب بتاعها لو جبته قبليه سالب لوج تركيز الهيدروجين اللي هو في الاخر البي اتش. ايه ده؟ يعني انا ربطت البوتنشال اللي هيقيسه لي البوتنشيومتر البي اتش. ايوه، عشان كده لسه بقول لك ان الجهاز ده ممكن تستخدمه في انك تقيس بوتنشال، وممكن تستخدمه في انك تقيس الايه البي اتش. عشان كده جهاز البي اتش ميتر في المعمل هتلاقي فيه تو مودز، يا اما مود يقيس لك البي اتش، يا اما مود تاني يقيس لك الايه البوتنشال، لان البوتنشال مربوط في علاقه رياضيه مع البي اتش اللي هي الاي 25 بتساوي سالب 0.06 بي اتش. بس ده للالكترود، لكن انت لما بتيجي بقى توصل الانديكيتور مع الريفرنس الكترود الفولتوميتر بيقيس لك البوتنشال بتاع الخليه كلها اللي هي الاي سيل اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الطرح بتاع الخليتين. فلما تيجي بقى تجيب الطرح سالب سالب تلاقي الاشاره قلبت بقت ايه؟ موجب، وساعتها قرايه الخليه اللي هي اي سيل هتساوي 0.06 من الايه؟ من البي اتش. يبقى انا كده نجحت في ان انا اربط البوتنشال اللي هيقيسه لي البوتنشيومتر في الجهاز بتاعي بحساب البي اتش، تمام؟ الامور سهله ان شاء الله. اللي معايا ده انديكيتور ولا ريفرنس؟ ده انديكيتور. تركيز البروتون عارفه ولا مش عارفه؟ مش عارفه. واخدين بالكم؟ تمام. خلي بالكم بقى من كل الميتاليك الكترودز انا خدت لكم مثال واحد بس، وهكبر دماغي عن الباقيين لانه خلاص شرحهم هيبقى امره بسيط، انتوا تبقوا فاهمين الفكره اللي هو هيبقى ميتال والايون بتاعه. هننقل بقى على كاتيجوري ثانيه من الانديكيتور الكترودز اللي هي حاجه اسمها الممبرين الكترودز او بنسميها الايون سيلكتيف الكترودز، تمام؟ النوع ده من الالكترودز هيبقى فيه، تعالى كده مباشره على الشرح واحنا هنفهم. المثال العملي بتاعنا حاجه اسمها الجلاس الكترود. حاجه اسمها الجلاس الكترود. ده نموذج للممبرين الكترود عباره عن ايون سيلكتيف الكترود لان هو سيلكتيف لاينز معينه. الجلاس الكترود هو بالظبط البي اتش ميتر اللي انت بتشوفه في المعمل، الجهاز اللي انت بتشوف عباره عن صباع، الصباع ده فيه انتفاخ زجاجي من تحت. تعال بقى نمسك الايه الصباع والانتفاخ الزجاجي ده ونشوف التركيب الداخلي بتاعه جواه ايه. بص كده معايا على ايدك الشمال، هتلاقي الانتفاخ ده كله جواه فيه سائل، السائل ده عباره عن اتش سي ال والتركيز بتاعه معلوم اللي هو 0.1 نورمال اتش سي ال، وموجود معاه كمان ساتيوريتد بوتاسيوم كلورايد. يبقى اتش سي ال تركيزه معلوم، ركز بقى في معلوم، ومعاه ساتيوريتد بوتاسيوم كلورايد، كل ده السائل اللي بيملأ هذا الانتفاخ، تمام؟
شايفينه يا جماعة ولا مش شايفينه في الرسمة اللي على الشمال؟ تحت هتلاقي كده 0.1 normal HCl and saturated potassium chloride، شفتوها؟ تمام. وفي قلب الانتباه بقى هتلاقي في عصاية كده، في عصاية في النص كده، العصاية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن internal reference electrode من النوع بتاع السيلفر، سيلفر كلورايد. فهتلاقي في عصاية كده عبارة عن سيلفر ومتحوطة بسيلفر كلورايد، فدي عبارة عن سيلفر سيلفر كلورايد internal reference electrode. لغاية كده حلو. الهيكل بقى اللي انتم شايفينه ده كله، تخيل بقى ان انا شلته تمام ورحت حاطه بقى ايه، بص على ايدك اليمين، رحت حاطه في بيكر، البيكر ده جواه HCl، بس HCl تركيزه ايه؟ مجهول بالنسبة لي. يبقى اذا اصبح سطح الزجاج بتاع الممبرين جواه من جوه اتش سي ال تركيزه معلوم اللي هو 0.1 نورمال، ومن بره في اتش سي ال بس ايه؟ مجهول. واخدين بالكم؟ اللي هو اللي انت عايز تقيس التركيز بتاعه او عايز تعرف البي اتش ايه بتاعته او عايز تجيب له البوتنشال. مظبوط الكلام؟ تمام كده؟ تعالى كده نفهم الفكره بقى بتاعت ايه شغل الممبرين ده. اقلب إيه الصفحه. الفكرة بقى ايه؟ انا دلوقتي همسك الممبرين نفسه الازاز ده وهقول لك تركيبه. لا 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 مش الاسموزية. لا بص، الازاز نفسه اللي احنا شغالين عليه ده هو ازاز من نوع مخصوص قوي، بيبقى معمول من نتورك ستراكشرز فيها بقى ايه؟ كاتاينز زي الايه؟ الصوديوم والليثيوم، وفيها اناينز كده زي ما انتم شايفين، ومنها حاجة اسمها السيليكيت اللي هو الاس اي او 4 سالب. السيليكيت ايون، حاجه اسمها السيليكيت ايون تمام. فانت في التركيب بتاعك في حاجه اسمها صوديوم سيليكيت، يبقى في كاتاين اسمه صوديوم وفي اناين اسمه سيليكيت اللي هو الاس اي او 4 سالب. ده موجود فين؟ في التركيب بتاع الزجاج نفسه تمام. الصوديوم ايون ده بيبقى عنده استعداد يحصل معاه عمليه اكستشينج، تبادل ما بين البروتونات اللي جوه والبروتونات بره. مظبوط الكلام؟ فانت عندك بروتونات من الداخل تركيزها معلوم وبروتونات في الخارج تركيزها ايه؟ مجهول. وصوديوم في قلب الازاز اكتف، عنده استعداد يعمل عمليه اكستشينج، يطلع ويخش مكانه بروتون تمام. والعمليه دي بتبقى بتاخد شويه وقت، عشان كده دايما البي اتش ميتر لما تيجي تحطه في قلب المحلول ما ينفعش تاخد القرايه مباشره، لازم تستنى كده ايه دقيقه ولا حاجه لغايه ما القرايه تثبت، لان عمليه الاكستشينج بتاعت الايونز دي بتبقى عمليه بتاخد وقت بطيئه وفي نفس الوقت ريفرسبل، يعني بترجع تتعكس على جسم الايه الجلاس زي ما كان. افتكروا الكلمه الاولانيه اللي هو الرياكشنز كلها ايه عليها بتبقى ريفرسبل. بس الفكره في ايه؟ ان التبادل على السطح الداخلي للزجاج هيبقى مختلف عن التبادل عن السطح الايه الخارجي، معتمدا على ايه؟ على الاكتيفيتي. وافتكر مصطلح الاكتيفيتي اوف بروتونز، فاكرين زمان في اول الشرح لما قلت لكم ان في فرق بين كلمه كونسنتريشن واكتيفيتي؟ ممكن يكون نفس الكونسنتريشن بس ليه اكتيفيتي مختلفه لانك عملت دايليوشن. مظبوط الكلام؟ وبالتالي الفروقات في عمليه الاكستشينج على السطح الداخلي والخارجي هيخلي في فرق في البوتنشال في الجهد ما بين بره وجوه. عمليه الاكستشينج بره ممكن تكون اكتر من جوه، وبالتالي الازاز نفسه هيصبح بولارايز، هيبقى فيه جنب ايه مور بوزيتيف عن الثاني او جنب مور نيجاتيف عن الثاني، وبالتالي هيتخلق فرق جهد. فمجرد خلق فرق جهد مين اللي يحس بيه بقى؟ يحس بيه الانترنال ريفرنس الكترود اللي هو السيلفر سيلفر كلورايد. فهو انت موصله بقى بسلك، موصله الناحيه الثانيه بايه؟ ببرايمري ريفرنس الكترود تمام. الفرق ما بين الاثنين على الفولتومتر بيديك الايه بتاعت الخليه اللي احنا اتفقنا عليها. فاحنا كده فهمنا الفكره بتاعت الجلاس الكترود كنموذج للمبرين الكترود قايمه على ايه تمام. كده القصه ما بقتش ميتاليك الكترود بقى خلاص تمام، القصه بقت ايه؟ بقت ايون سيلكتيف الكترود، والنوع ده من الكترود سيلكتيف لمين تحديدا؟ للبروتون، عشان كده ممكن نستخدمه في قياس الايه البي اتش وحساب البوتنشال بتاع اتش سي ال سوليوشن اوف انون كونسنتريشن تمام. ارجع كده ورا، بس في حاجه مهمه انا فوتها. اقرا كده فوق ان النوع ده من الاجهزه كان بي يوز اللي هو البيتش ميتر يعني او اللي هو الجلاس الكترود كان بي يوز فور ميجرمنت اوف بي اتش اوف اوكسيدايزنج اور ريديوسنج سبستنسز، ودي ميزه الممبرين الكترود. انما لو ميتاليك الكترود، يعني مثلا لو انت بصيت على الايه اللي قبليه على طول، الصفحه اللي قبليها كنا بنتكلم فيها على ايه؟ على هيدروجين الكترود ك انديكيتور الكترود. هو انا ينفع استخدمه في قياس البي اتش؟ نعم. وفي قياس البوتنشال؟ نعم.
بس خلي بالك ما ينفعش يكون الميديوم فيها ايه اوكسيدايزنج او ريديوسنج ايجنت، لانها هتاثر على الريدوكس رياكشن اللي بيحصل، اللي هو H2 بتطلع 2 H بلس زائد 2 الكترون وتتعكس، فتفاعل الريدوكس ده بيتاثر بوجود اي اوكسيدايزنج او ريديوسنج ايجنت، ده في حاله مين؟ الهيدروجين الكترود. لكن في حاله الجلاس الكترود اللي معانا دلوقتي في ميزه قويه جدا، ان هو بيسهل لك عمليه قياس البي اتش في اي ميديوم حتى لو كان فيه اوكسيدايزنج او ريديوسنج ايه سبستانسز، وبالتالي ده الفرق الجوهري ما بين الصفحه اللي فاتت والصفحه دي، ما بين الهيدروجين الكترود لقياس البي اتش وما بين الجلاس الكترود لقياس الايه البي اتش. الفرق الجوهري بين الاثنين هو ده، ان الجلاس الكترود يمكنك من انك تقيس البي اتش بدون اي تاثير من اي اوكسيدايزنج او ريديوسنج ايه ايجنت. تمام، كلام مفهوم يا جماعه؟ طيب اقرا كده معايا بقى ايه المميزات بتاع الجلاس الكترود. اهو اقدر اقيس البي اتش في اي في وجود اي اوكسيدايزنج او ريديوسنج ايجنت، واقدر اقيس البي اتش في وجود الفولاتايل ايه اسيدز. فولاتايل اسيدز زي مين؟ زي الفورميك اسيد وزي الاسيتيك اسيد، لان الحاجات دي بتبقى ايه اورجانيك فبتبقى فولاتايل. لكن هو عنده عيوب في المقابل. اول حاجه ان هو فراجايل. فراجايل يعني ايه؟ هش، لان هو ازاز، يعني لو وقع منك ممكن يتكسر، فانت لازم تكون حذر جدا ايه في التعامل معاه. وكمز تو ايكوليبريم سلولي، اللي انا حكيت لكم عليه من شويه، عمليه الاكستشينج بتاعت الصوديوم في الجلاس مع البروتون اللي بره المجهول والبروتون اللي جوه المعلوم، عمليه بتحصل ببطء سلولي وبيحتاج ياخد وقت عشان يوصل للايكوليبريم، وما تاخدش قرايتك بسرعه لما تيجي تحط البي اتش ميتر في السوليوشن بتاعك، لازم تستنى شويه. تمام، تاني حاجه فيه ان هو عنده مشكله، ان هو العمليه بتاعت الاكستشينج بتاع الصوديوم مع البروتون حقيقه الامر بتحصل ما بين الصوديوم والهيدرونيوم، لان احنا اتفقنا قبل كده مفيش حاجه اسمها بروتون. البروتون مش موجود لوحده في الحقيقه، البروتون بيعمل اسوسيشن مع الووتر ويعمل معاها كوردينيت بوند ويتحول لحاجه اسمها الهيدرونيوم، والهيدرونيوم اين ده هو اللي بيتحرك. في حقيقه الاكستشينج بتحصل مع الهيدرونيوم اين. ده معناه ايه؟ لو في الميديوم الخارجي اللي انت بتقيس له البي اتش اي دي هايدريتنج ايجنت، يعني حاجه بتنزع الميه زي الكونك سلفيوريك، كلنا عارفين الميه النار الكونك سلفيوريك دي هايدريتنج ايجنت، عشان كده لو جت على ايدك ممكن تخلي ايدك تتفحم تسود، لان هي بتنزع الميه من الايه من الاورجانيك ماتر اللي موجوده في ايه في ايدك، وتكسر كل الاورجانيك كومباوندز وتحولها لك الى كربون، فتلاقي ايدك اسودت، يحصل تشارنج، تتحرق نتيجه الدي هايدريشن اوف ووتر. فوجود الدي هايدريتنج ايجنت ووجود الالكحولز ما بتخليش الممبرين يشتغل بكفاءه نتيجه الايه نتيجه الريموفال اوف ووتر، وانت طبعا من غير الووتر عمرك ما تعرف تشتغل، لان ساعتها البروتون مش هيلاقي ووتر عشان يبقى هيدرونيوم ويقوم بعمليه الاكستشينج. اخر حاجه خالص في الريستريكشنز او الديس ادفانتجز بتاعته، ان هو بيشتغل عند بي اتش رينج من 1 الى 12 فقط، بيشتغل عند بي اتش رينج من 1 الى 12 فقط. تمام، يبقى ثلاث عيوب اساسيه فيه، ان هو فراجايل، بياخد وقت عشان يوصل للايكوليبريم، ما ينفعش استخدمه في وجود دي هايدريتنج ايجنت زي الكونك سلفيوريك، والرينج بتاعي من 1 ل 12 فقط، ما اقدرش اقيس اكتر من كده. خلاص نكمل. اوكي، طيب التطبيقات نفس ما كان فيه تطبيقات للكوندكتومتري، في عندي تطبيقات في البوتنشيومتري. هناك كان في دايركت واندايركت، وهنا برضو في دايركت واندايركت. دايركت هي نفس الفكره بتاعت الكاليبريشن كيرف، كلنا عارفين الكاليبريشن كيرف، اديتك مثلا ايه وات ايفر الايه السوليوشن، هوريكم دلوقتي التطبيقات كتيره، يعني حاجات كتيره جدا ممكن ايه تستخدمها. عايز اعرف الايه التركيز بتاع عين معين، فانا هحضر منه اكتر من تركيز انا عارفه، وكل تركيز منهم هحطه في ال الجنب بتاع الانديكيتور الكترود، يعني هحط جواه الانديكيتور الكترود واوصله مع الريفرنس الكترود، ومن فوق في بوتنشيومتر ومن تحت في السولت بريدج، واقرا القرايه بتاعت الايه الاي سيل اللي هي الفرق الجهد ما بين نصفين الخليه، واعوض في القانون الرياضي ويحسب لي في الاخر الايه البوتنشال، وبالتالي اعمل جدول اكتب فيه على الشمال التركيزات اللي انا عارفها، وعلى اليمين البوتنشال اللي الجهاز حسبه لي، وامثله تمثيل بياني، فيطلع عندي حاجه اسمها كاليبريشن كيرف، اللي هو في الغالب هيطلع خط مستقيم. وبعد كده اجيب المحلول اللي ليه تركيز مجهول واقيس له بوتنشال، واعوض في الكاليبريشن كيرف او ريجريشن ايكويشن، يروح مديني في المقابل الايه الكونسنتريشن. تمام، دي الدايركت ايه ابلكيشنز. الاندايركت ابلكيشنز بقى حاجه اسمها بنسميها ايه البوتنشيومتريك تايتريشن، زي ما كان هناك في الكوندكتومتريك تايتريشن فاكرينها، اللي ما كانتش بتنفع غير مع حاجتين بس،
حد يفتكر؟ الكوندكتومتريك تايتريشن كانت بتنفع مع حاجتين بس، اللي هما ايه؟ اللي هما الاسيد بيس تايتريشنز والبريسيبتومتريك تايتريشنز فقط. ده في الكوندكتومتري. اما في البوتنشيومتري، في البوتنشيومتري ينفع مع كل انواع التايتريشنز، اسيد بيس، بريسيبتومتري، كومبلكسومتري، ريدوكس. ودي احد مميزات جيومتريك ايه تايتريشنز، هي بتنفع مع كل انواع الايه الرياكشنز. وعشان كده لو تفتكروا كلامي زمان لما كنت بقول لكم لو نسيت ايه هو الانديكيتور المناسب لاي تايتريشن، قول كده ان الاند بوينت هعرفها بوتنشيومتريكالي، لكن ما ينفعش تبقى كوندكتومتري، لان الكوندكتومتري ريستريكتد فقط للاتش سي للاسيد بيس تايتريشنز والبريسيبتومتريك ايه تايتريشنز. اما البوتنشيومتري حلاوته ان هو بينفع مع كل انواع الايه التايتريشنز. تمام، طيب تعالى كده نبص على الكيرف اللي على الشمال. ده نموذج لتايتريشن كيرف، عرفت الاند بوينت فيه بوتنشيومتريكالي، يعني سين مثلا معايا اتش سي ال وايه وصوديوم هيدروكسيد، بعمل لهم تايتريشن حتى ريدوكس طبعا، حتى ريدوكس طبعا، ايوه طبعا. تمام، تخيل معايا دلوقتي انا بعمل تايتريشن اتش سي ال وصوديوم هيدروكسيد، حلو الكلام، وانا مش هستخدم كالرد انديكيتور زي الفينول فيسالين، لا انا هستخدم جهاز البي اتش ميتر اللي في المعمل، فان انا اعرف الاند بوينت. بتعملها ازاي دي؟ ولا حاجه، بمسك جهاز البي اتش ميتر، بجيب الصباع اللي معايا واحطه في قلب المحلول اللي انا هعمل له التايتريشن، سي ان في البيتر تحت 2 اتش سي ال، خلاص فانا حطيت الصباع في قلب الاتش سي ال، خلاص كده اوكي؟ وهروح قالب المود بتاعه من البي اتش للملي فولت. يبقى انا كده دلوقتي بقيس ايه؟ بقيس بوتنشال. حلو، وهبدا انزل من فوق بالصوديوم هيدروكسيد نص ملي نص ملي، وكل ما انزل بنص ملي اروح واخد قرايه الايه البوتنشال، فهيطلع عندي في الاخر جدول، الجدول ده فيه قرايات الملي ليترز، نص، واحد، واحد ونص، اثنين، اثنين ونص، وانت شغال كده. تمام، والناحيه الثانيه في العمود الثاني هيبقى فيه قرايات الايه البوتنشال، وهبدا امثلها تمثيل بياني، فهيطلع عندك الرسمه اللي على ايدك الشمال دي. تمام، اللي هو الاكس اكسس فيها الملي ليترز بتاعت التايترنت، والواي اكسس فيها الايه البوتنشال بالملي فولت اللي انت جبته من على الجهاز. فلما تيجي ترسم الرسمه كده هتلاحظ المكان اللي حصل عنده الانفليكشن، في نص المكان اللي حصل عنده الانفليكشن هي دي الاند بوينت. لو نزلت بسهم لتحت على الملي ليترز تقدر تعرف بالظبط القرايه اللي انت احتجتها من البيوريت عشان توصل للاند بوينت. لغايه كده زي الفل. تمام، الكيرف ده بعض الاحيان بيبقى صعب على العين انها تجيب بالظبط النقطه اللي في نص منطقه الانفليكشن، فالجماعه الرياضيين قالوا احنا عندنا حل لطيف قوي، ما نجيب المشتقه الرياضيه الاولى. الناس بقى اللي خدت احصاء والكلام ده بتعرف يعني ايه مشتقات، فهنجيب المشتقه الرياضيه الاولى الفيرست ديريفاتيف، فتديك الكيرف اللي على اليمين، يعني الكيرف اللي على ايدك الشمال ده تحول الى الكيرف اللي على ايدك اليمين، اللي هي النقطه بتاعت الاند بوينت بقت هي النقطه اللي تحت خالص دي. شايفين النقطة اللي تحت خالص تحت دي؟ هي دي النقطة بتاعت الاند بوينت. فأنت لو وصلتها بخط مستقيم للإكس أكسس برضه هتحصل على القراءة بتاعت الاند بوينت، الملي ليترز بتاعت الاند بوينت. طب ده لو جبت بقى السكند ديريفيتيف هتديك نتيجة أكثر وضوحًا. يعني لو جبت المشتقة الأولى دي وجبت منها المشتقة الثانية السكند ديريفيتيف هتلاقي الكيرف تحول للشكل اللي تحت ده، اللي هو نقطة الاند بوينت تقاطعت أصلًا مع الإيه؟ مع الإكس أكسس، فأنت بوضوح هتبقى عارف بالظبط القراية اللي حصل عندها الاند بوينت بتاعتك. تمام كده، فكل دول عباره عن تايتريشن كيرفز. الفكره في المشتقات ان انت بتحاول تحصل على وضوح اكتر في احتسابك للاند بوينت بتاعتك. تمام، يبقى الابلكيشن اما دايركت يا اما اندايركت عن طريق حاجه اسمها البوتنشيومتريك ايه تايتريشنز. وافتكر ان البوتنشيومتريك تايتريشن بتنفع مع كل انواع رياكشن، يعني ممكن التفاعل اللي قدامك ده يبقى ايه اسيد مع بيز، وممكن يبقى ايه سيلفر مع كلورايد بريسبتيمتري، وممكن يبقى اديتا مع كالسيوم كومبلكسومتري، وممكن يبقى فيرس مع سيريك ريدوكس رياكشن، وهكذا. كل التفاعلات ينفع تعمل لها ديتكشن للاند بوينت بوتنشيومتريكالي، بينما ما ينفعش دايما تبقى كوندكتومتري. وخلي بالك من الحته دي تريكي قوي، يعني ممكن اعرف الاند بوينت لاي رياكشن بوتنشيومتري، لكن ما ينفعش دايما كوندكتومتري. كوندكتومتري ينفع بس في الاسيد بيز وينفع في البريسبتيمتري. ده جدول بقى لامم الدنيا كلها بشكل مختصر. تمام كده، بص كده على الشمال هتلاقي تايتريشن تايب، امشي كده معايا، اسيد بيز تحتها برسبتيمتري بالنوعين بتاعها، مره للميتال ومره للاناين، وبعدها كومبلكسومتري، وبعدها ايه ريدوكس.
العمود اللي بعديها بيديك امثله، العمود اللي بعديها هيقول لك مين الانديكيتور الكترود المناسب، في العمود الاخير خالص الريفرنس الكترود بيقول لك اي ريفرنس الكترود ينفع، الان اتش اي، الاس سي اي، السيلفر سيلفر كلورايد، كل الريفرنس الكترودز اللي احنا خدناها قبل كده تنفع نص الخليه الثاني. تعالى كده نمسك مثال، نمسك اول حاجه الاسيد بيس تايتريشن، مثال اتش سي ال وصوديوم هيدروكسيد، تمام. مين هو الانديكيتور الكترود؟ احسن حاجه احنا حكينا عليها هي مين، الجلاس الكترود، مش كده؟ طيب ايه الايكويشن اللي بتحصل عند السيرفس بتاعه؟ اهي شكل الكيرف عامل ازاي، اهو الكيرف ايه، الاكس اكسس فيه الملي لترز بتاعت التايترنت، والواي اكسس فيه البي اتش اللي هيقيسها لك الجلاس الكترود، ونص الخليه الثاني هنوصلها باي ريفرنس ايه الكترود مناسب. يبقى اذا الاسيد بيس تايتريشن ممكن تعين الاند بوينت بتاعت التايتريشن بتاعها بوتنشيومتريكال. خش على المثال الثاني اللي هو بتاع البريسبتيمتري. خلي بالك بقى الفرق ما بين المثالين دول، خلي بالك الاثنين دول اللي جايين كلهم بريسبتيمتري، الاولاني بيحكي على تايتريشن لاناين بسيلفر، واللي تحتيه بيحكي على تايتريشن لكاتاين باناين اللي هو سيلفر بالاي بالهالايت. يعني المثال الاولاني بيتكلم على مثلا تعيين مين، تعيين الكلورايد، فازاي هتعين الكلورايد؟ هعمل له تايتريشن مع ايه، مع سيلفر. بما انك هتعمل التايتريشن مع سيلفر فالالكترود في الحاله دي هيبقى من الفيرست تايب، الحاجات بقى اللي انا شلتها من عليك واللي هو عباره عن سيلفر وايت، جاست بس اضيب من السيلفر هحطه في قلب الايه المحلول واوصل الناحيه الثانيه باي ريفرنس الكترود، تمام. ساعتها البوتنشال هيتناسب طرديا مع تركيز السيلفر اللي هو التايترنت بتاعك، والكيرف هيبقى بالشكل اللي انت شايفه ده. لو انا جيت بقى في اللي تحتيها عكست، يعني ايه عكست؟ يعني بدل ما بعمل تايتريشن لكلورايد بسيلفر، لا انا هعمل تايتريشن للسيلفر بكلورايد، هعكس الوضع، يعني هخلي السيلفر هو اللي ينزل تحت في البيكر وهخلي الكلورايد هو اللي يطلع فوق في البيوريت، تمام. ساعتها نوع الانديكيتور الالكترود هيختلف، مش هيبقى الفيرست تايب، هيبقى السكند تايب اللي هو عباره عن ايه بقى، سيلفر سيلفر كلورايد كلورايد كده، نوع معين من الالكترود اسمه كده سكند ايه تايب. وساعتها البوتنشال هيتناسب بقى مش طرديا مع السيلفر، عكسيا مع السيلفر، مع الكلورايد انا اسف، عكسيا مع الكلورايد، يبقى البوتنشال هيتناسب عكسيا مع الكلورايد، والكيرف هيقلب، بدل ما كان بادئ من تحت هيروح بادئ من ايه، من فوق، تمام. وطبعا الناحيه الثانيه الريفرنس الكترود، اي ريفرنس الكترود هينفع معاك. خلي بالك بس الجزء بتاع الانديكيتور الالكترود ده اللي هو الفيرست تايم والسكند تايم انا شلته من عليكم في تفاصيل بس انا بحاول افهمك الفكره، ان هو كل ماده انت بتحللها بيبقى ليها سيوتابل انديكيتور الكترود. فلو انت هتعين كلورايد يبقى انت هتستخدم سيلفر واير اللي هو الفيرست تايم، لو انت هتعين السيلفر نفسه يبقى انت هتستخدم السكند تايب اللي هو السيلفر سيلفر كلورايد كلورايد، تمام كده. نخش على المثال اللي بعديه اللي هو بتاع كومبلكسيومتري. لو انا معايا ميتال زي الايه المغنيزيوم، كلنا كنا عارفين المغنيزيوم لو عايز تعين التركيز بتاعه هتعمل له دايركت تايتريشن اجينست ستاندرد سوليوشن اوف اديتا، وكان الانديكيتور بتاعنا زمان كان مين، الاي بي تي. طب يا عم انا مش عايزك تعرف الاند بوينت بكالرد انديكيتور، انا عايزك تعرف الاند بوينت بوتنشيومتريكالي. اه ليه؟ اول ما تسمع كلمه بوتنشيومتريكالي يبقى لازم تذكر لي اثنين الكترودز، واحد انديكيتور اللي هو هيتحط في قلب المحلول اللي انت عايز تعين تركيزه، والتاني ريفرنس اللي هو نص الخليه الثانيه اللي انت هتوصل معاه. فالحاله دي الانديكيتور الكترود برضو من السكند تايب اللي هو عباره عن ميركوري ميركريك اديتيت اديتيت، ميركوري ميركريك اديتيت اديتيت، تمام. وساعتها البوتنشال هيتناسب عكسيا مع التايترنت اللي هو مين، الاديتر، وساعتها الكيرف هيبقى بادئ من فوق، والريفرنس الكترود اي ريفرنس الكترود يمشي معاك زي الان اتش اي، تمام. اخر حاجه خالص اللي هي ريدوكس اند تايتريشن، زي مثال مين، الفيرس مع السيريك. زمان كنا بناخد فيرس مع السيريك، كنت بتعمل التايتريشن ازاي؟ بتستخدم فيروين انديكيتور لو تفتكر، او الدايفينايل امين. طب انا مش عايز استخدم كالرد انديكيتور، فهتستخدم ايه؟ ها لو هتعمل بوتنشيومتري انديكيتور الكترود وريفرنس الكترود. مين هو الانديكيتور الكترود بتاعك؟ من حاجه اسمها الفور تايب، النوع الرابع اللي هو عباره عن بلاتينم واير، جاست بس هجيب قضيب من البلاتينم احطه في قلب المحلول بتاع الفرس اللي انت بتعمل له التايتريشن، شكرا، وتوصل الناحيه الثانيه بالريفرنس الكترود وتعمل التايتريشن. ساعتها البوتنشال بتاعك، لان ده بقى ريدوكس الاكشن، هيتناسب طرديا مع تركيز الاوكسدايزد فورم على ريديوسد فورم، ويرجع لمعادلات نيرنس اللي احنا خدناها في شابتر الريدوكس. فهتلاقي في معادله نيرنس ان البوتنشال بيتناسب طرديا مع تركيز الاوكسدايزد فورم على الريديوسد ايه فورم، وده شكل الكيرف بتاعك واي ريفرنس الكترود ايه ينفع معاك. فهو فكره الجدول ده بس ان هو بيوريك التطبيقات المختلفه بتاعه البوتنشيومتريك ايه تايتريشنز، ان انت اي حاجه عايز تعملها تايتريشن تقدر، سواء كانت اسيد كانت بيز كانت كاتاين كانت اناين كانت اوكسيدايزنج ايجنت كانت ريديوسنج ايجنت، اي حاجه نفسك فيها تقدر. اللعبه كلها في اختيارك لايه،
اللعبة كلها في اختيارك للسيوتابل انديكيتور الكترود على حسب الحالة بتاعتك. طبعا الشرح بتاعهم كله انا شلته عشان اخف الامور، بس انت كده فهمت الموضوع ماشي ازاي، ان انا جاست بختار سيوتابل انديكيتور الكترود واحطه في قلب المحلول اللي انا عايز ايه التركيز بتاعه، واوصل الناحية التانية بالريفرنس الكترود من فوق بسلك معاها الفولتوميتر ومن تحت بالسولت برينج، وابدا اعمل ايه التايتريشن. كل ما انزل بنص ملي باخد رايت بوتنشال اعمل وارسم الايه التايتريشن كيرف بتاعي، ومن التايتريشن كيرف اقدر اعرف الاند بوينت سواء في الزيرو اوردر او مع الفيرست دريفيتيف او مع السكند دريفيتيف. تمام كده. اخر حاجه خالص، هو بيحاول يعمل مقارنه ما بين الكومبلكس ما بين الكوندكتومتري وما بين البوتنشيومتري. المقارنه دي كلنا عارفينها، في الكوندكتومتري لو تفتكروا نوع التيار لو في عندك اللهم صل على الحبيب، هنعمل مقارنه بين كوندكتومتري وبوتنشيومتري. نوع التيار في الكوندكتومتري لو تفتكروا كان اي اي سي اللي هو الالترنيتنج كارنت، لان احنا كنا لو تفتكروا بنحاول نمنع البولاريزيشن الاستقطاب بتاع المحلول، مش عايزين الاينز تختفي من الميديم، فاكرين الكلام ده، فكنا بنستخدم تيار متردد. بينما هنا في البوتنشيومتري التيار هيبقى تيار مستمر دي سي. تاني حاجه، هناك المحلول كان بيتحط في خليه طرفينها خارج منها بلاتينم الكترودز، صح؟ المره دي لا، واحد اسمه انديكيتور الكترود والتاني اسمه ريفرنس الكترود. هناك كانت الموبيليتي اوف اينز شيء مهم جدا، لان الموبيليتي بتتحكم في الجي اللي هي الكوندكتنس، بينما هنا الموبيليتي اوف اينز لا تعنيني في شيء، لان اصلا التفاعلات كلها هتبقى على ايه؟ على ريدوس ريأكشن جين اور لوس اوف الكترونز. هناك اللي هي في الكوندكتومتري كانت بتتاثر جدا بالدايليوشن، عشان كده لو تفتكر كان دايما بخلي تركيز التايترنت 10 مرات تركيز السامبل، عشان اخلي التاثير بتاع الدايليوشن مينيمال. بينما هنا في الايه البوتنشيومتري ما بيتاثرش بمساله الدايليوشن. هناك في الكوندكتومتري كان بيتاثر بدرجه الحراره، التغيرات البسيطه في درجه الحراره، فاكرين ارتفاع درجه الحراره درجه واحده مئويه كان بترفع الكوندكتنس بنسبه 2%، بينما هنا ما بيتاثرش بالحراره. هنا في الكوندكتومتري ما ينفعش استخدمه في الريدوكس او الكومبلكسومتريك تايتريشنز، بينما هنا في البوتنشيومتري ينفع في كل انواع الرياكشنز. يبقى دي كانت مقارنه بسيطه بتحاول توريك الفرق ما بين الكوندكتومتري والبوتنشيومتري. في عندكم اي اسئله او اي مشاكل؟ طيب احنا الحمد لله احنا كده نعتبر لمينا الايه الالكتروكيمستري. طبعا هي في مواضيع تانية كتيره، يعني في مثلا موضوع اسمه الفولتامتري، موضوع اسمه البولاروجرافي، موضوع اسمه الالكتروفوريسيس. يعني عايز اقول لكم في مواضيع كتيره لسه موجوده في الالكتروكيمستري، احنا هنخليها بقى للناس اللي هتدرس دراسات عليا معانا بقى، اللي يجي ياخد ماجستير ودكتوراه ممكن نشرح الحاجات دي بالتفصيل في المستقبل ان شاء الله. انتوا كده خدتوا خلفيه لا باس بها عن الالكتروكيمستري، وخلينا بقى ايه، لا مش اخر شابتر طبعا، احنا لسه عندنا الشابتر الاخير موضوعين. واحد هيتكلم على الجي ال بي الجود لابوراتوري براكتسيز، هاخدك بقى وعيشك معايا جوه وحده الكواليتي كنترول اللي موجوده في المصنع، وهحكي لك بقى على الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس والجود مانيفاكتشرنج براكتسيز والجود لابوراتوري براكتسيز، وهحكي لك ازاي تعمل فاليديشن الاناليتيكال ايه ميثود. كل ده اللي هناخده مع بعض ان شاء الله خلال الاسبوعين اللي جايين ان شاء الله. تمام، الحمد لله، يا رب يوفقكم ويكرمكم ان شاء الله، ولو في اي استفسارات عندكم انا تحت امركم ان شاء الله. ماشي يا شباب، بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمكم، نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام يا شباب.